السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا وصي الله وابن وصيه، السلام عليك يا حجة الله وابن حجته، السلام عليك السلام عليك يا وصي الله وابن وصيه، السلام عليك يا حجة الله وابن حجته، السلام عليك أيها الشهيد، السلام عليك يا موسى بن جعفر وعلى حفيدك محمد الجواد. أنا وإياكم مشاهدينا الأحبة في أرض الجوادين عليهم السلام وذكرى استشهادهما في زيارة الرجبية اللي نستقبل منها من جميع محافظات العراق وحتى من خارج العراق، نستقبل زوارنا الأكارم لإحياء هذه المناسبة، نستقبل أيضا تعازيهم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يعني تعرف عليك شنو؟ انا من بغداد، انا عند موكب نايب العظميه ناصبه جاي ازور موسى بن جعفر باستشهاده. اعزي الامام موسى بن جعفر عليه السلام باستشهاده موسى بن جعفر عليه السلام. المواكب صاحب الزمان حصل الجمال حزن الله وبركاته. المواكب خدمتها خير من الله وما مقصرين، زوار نعمه خير من الله، والامان هم خير من الله، والخدمات خير من الله، وان شاء الله بجودكم خير هم ان شاء الله. عدادة الزايد ان شاء الله ان شاء الله هالايام المقبله تجي الزوار زايد مناقص ان شاء الله، ان شاء الله كل سنه واحنا موجودين ان شاء الله. السلام عليكم اخويا، تعرف السلام عليك. زين العابدين من محافظه الحله. يا اهلا وسهلا، نورتونا وشرفتونا. صار لك كم يوم تمشي؟ صار يومين طالعين احنا. ما شاء الله، شلون الزياره الطريق؟ احكي لنا الاجواء. طبعا احنا اليوم نعز الامام المهدي عليه السلام بوفاته وذكرى وفاه الامام الكاظم ابن موسى بن جعفر. الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه وذكرى استشهاده اليوم. احكي لي اليوم انت طريقك من الحله صار لك يومين، شلون شفت الطريق؟ مواكبكم شلونها؟ طبعا المواكب موجوده 24 ساعه، والخدمه يعني موجوده 24 ساعه، ما قصروا اهل المواكب، والله يعني موجوده. ما بتعبت؟ البارحه مطر، البارحه شلون مشيتوا بالمطر؟ البارحة قعدنا بالمواكب. احنا ما نتعب. انتظرتوا؟ ايه انتظرنا بالمواكب. انت ويا من جاي؟ انا واخويا مصطفى. ان شاء الله ماجورين، الله يحفظكم. بعد من يشارك ويانا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ميثم من العماره. يا اهلا وسهلا. عليكم السلام على موسى بن جعفر الكاظم. نعزز الامام المهدي عجل الله فرجه باستشهاد الامام موسى بن جعفر الكاظم. انا رجال صاحب موكب من اهل العماره. انا والدي قبل عمي، انا اسميه والدي. عمي قبل تقريبا 4 أشهر توفى، وانا جاي امشي على منهج عمي ان شاء الله. ويمشي كل سنه عمي؟ كل سنه عنده تهدي له زياره؟ اي والله اهدي له زياره، واجيت من الوزيريه اللي جاي مشي اهدي له هاي الخطوات الجعفر كاظم مالي، الله يرحمه برحمته الواسعه. اهلا وسهلا، تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. احنا يا اهلا بكم، بعد من يشارك ويانا؟ السلام ورحمة الله وبركاته. مأجورين من وين؟ أنا أجي من البصرة. من البصرة؟ من لويس فيا مشاي. قلت البارحة جيت. صار لك يومين تمشي؟ إي مطر، إي يومين. شلونك بالمطر من مطر؟ لا نعمة الحمد لله. نعمة بركة. هاي غسل الذنوب إن شاء الله. بركة هاي ما تتعوض إن شاء الله. موسى بن جعفر ما شلون شفت المواكب بالطريق من لويس فيا لهنا؟ نعمة خير من الله. نعمة. نعمة من الله، خدمة والحمد لله والشكر. انتوا باقين بالكاظميه؟ بالكاظميه ان شاء الله، ان شاء الله باقين باكر ماشيين ان شاء الله. احنا عاب مراجعنا العظام باستشهاد موسى بن جعفر الكاظم من اهالي ميسان، صار له 4 أيام امشي الاقدام، ونعمه مواكب ونعمه خير من الله. شلون شفت المواكب الطريق؟ ان شاء الله خدمات موجوده. خدمات موجوده ونعمه خير من الله. ان شاء الله وكل سنه سنه نزود. اعدادكم وايده تشوف الزائرين؟ والله ان شاء الله سنه عن سنه نزود. عندكم حاجه عند الامام اليوم؟ ان شاء الله. يقضى حوائجنا. اي والله ان شاء الله. ان شاء الله. موسى بن جعفر. ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من الصويره. صار لك كم يوم تمشي؟ اليوم وثاني يوم. اي. اي. زين الحمد لله. الحمد لله. اي. الطريق مفتوح. شويه طسات من هناك. بعد انت تمشي؟ بعد انت تمشي ان شاء الله. اي نمشي والله. ما اجيت بسياره نزلت وبعدين صعدت. اي صعدت شويه من مسافه. نقل موجود هسه ترجع كل انسيابيه وهذا اكيد. يلا. عليكم السلام ورحمه الله. من وين انت؟ من بغداد من المدينه. عندكم مواكب؟ اي والله مواكب عندي. خير نعمه. والله الله يوفقهم على خدمتهم، هارد موسى بن جعفر يحفظهم يوصلهم عوائلهم. الله يصيرهم بالدعاء ويشافيهم ويعافيهم وان شاء الله بحق الحسن. ان شاء الله. السلام عليكم يا السلام ورحمه الله. نعزز صاحب العصر والزمان باستشهاد موسى الكاظم عليه السلام في هذا اليوم العظيم، وان شاء الله يقضي حوائج المحتاجين ان شاء الله. عندك حاجه خاصه انت سولف؟ اي والله ان شاء الله موسى بن جعفر ان شاء الله مقضيه. الله يوفقكم. مشكورين. الله يحفظك. مأجور ان شاء الله. تشاركون بعد منو؟ يا
أهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا نداء الله سبحانه وتعالى على لسان إبراهيم. ربي إني تركت من أهلي بواد غير ذي زرع، ربنا واجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم. فهذه بأمر الله، يعني هاي العالم من تجي كل سنة بهالملايين، توفيق إلهي وجعل إلهي يعني، وإلا الناس شنو مجبورة مثلا ملايين يطبخون وينفقون من أموالهم، والملايين يمشون على أقدامهم وتاركين أعمالهم وكل شيء متعطل في سبيل إداء هذه الشعيرة. فهذا توجيه إلهي كل سنة، مهما كل سنة وكل عام بهذه الأعداد وبازدياد إن شاء الله. إن شاء الله. أنت من وين يابا تمشي أنت؟ من بغداد. لا من بغداد، وعندي موكب أجي يعني قبل هذا السبع. موكبك وين؟ بأي منطقة؟ بهاي المناطق القريبة إن شاء الله. بالمناطق القريبة هناي إن شاء الله موفقين. شو تقدم من خدمة؟ والله هسه احنا غير الطعام، يعني الطعام والشراب هذا اللي نقدر عليه ان شاء الله، رغم موكبنا صغير بس ان شاء الله عامر باذن الله. ملتزمين بارشادات وزاره الصحه بانه استخدام الاشياء اللي استخدام الواحد من اكواب وغيرها للتوعيه وايضا لمنع انتشار الامراض؟ والله انا هذا يحتاج الى توجيه من باقي المواكب، لان يعني لاحظت اكو بهم يعني من باب يعني اكثر من مره صار توجيه وجانا توجيهات من وزاره الصحه، يعني استخدام الاكواب كلها البلاستيكيه، ملاعق بلاستيكيه، معين بلاستيكية السفري، وبنفس الوقت نهيب بالزائرين الكرام انه هذه المدينة العامرة اللي تحوي مقام موسى بن جعفر، او عندما تروحون الكربلاء او النجف حافظوا على النظافة، تترك بعد الاكل في موجودة مكانة القمامة، كل شيء موجود، اكو عناية صحية تروحون تراجعونها بلا هوسة بلا خربطة بنظامية، والحفاظ على الحجاب والحفاظ على الستر، وتكون الزيارة ممتازة كل سنة ان شاء الله. الكل يساهم في نجاح هذه الزيارة. أكو متربصين بزيارات، وأطالب من الجهات الأمنية والمسؤولة بمنع التصوير. أنا هاي كنت أوصل حكايتي. وين تصوير قصدك؟ تصوير الأشخاص الزائرين ممنوع يصورون. هذه زائراتك ويمشين وقاعد تصير عليهم تصوير وينشر التصوير بالتيك توك، وأنظر إلى الشيعة وأنظر إلى الكذا، ويتم فبركة هذه الأفلام بواسطة هذا التصوير. ما كنت على تصور يا أخي، صورة شخصية تصور لنفسك، تصور لنفسك بعيد عن ملتقى النساء. بارك الله بيك على غيرتك على أخواتنا، والله يحفظ أخواتنا من كل من يتربص، وأيضا ننهي بهم أن يلتزمون بحجابهم. شكرا لكم. السلام عليكم أخوي، تفضل هنايين. طبعا نعدي صاحب الزمان بالاستشهاد، الاستشهاد موسى الصادوم. أخوت أنا مهدي من مدينة الناصرية، سايد 10 أيام طالع من الناصرية. النعمة أهل المواتب المعذبين المحافظات مرينا بهواي أشياء، نعمة فضيلة، والأعداد يوم سنة على سنة داعت تزيد، ونعمة فضيلة. وإن شاء الله ظهور الإمام المهدي المصطفى إن شاء الله رب يحفظكم، توصل الناصرية بالسلامة إن شاء الله. تفضلوا بعد من يشارك، تفضل أخويا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تعزية من هذه المناسبة، شو تقول اليوم مناسبة ذكرى استشهاد موسى بن جعفر سلام الله عليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعز صاحب العصر والزمان الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف بذكرى استشهاد الإمام الجواد عليه السلام. موسى الكاظم. موسى الكاظم. قبل فترة أحيانا ذكرى استشهاد سيدي ومولاي محمد الجواد وذكرى المواليد، إحنا كشيعة دائما نشارك لإحياء الأمر، والله لن تمحو أمرنا. هذا كلام السيدة زينب سلام الله عليه، وأنتم أكيد ملتزمين بهذا الشيء، لذلك اليوم أحييتوا هذا المناسب. الحمد لله والشكر. الحمد لله والشكر، ماشيين على طريقهم إن شاء الله، والحمد لله والشكر بجهود هاي الشباب إن شاء الله الأبطال، الثبات على ولاة أمير المؤمنين. الحمد لله والشكر. أنت من نهاية من بغداد؟ كربلاء المقدسة. من كربلاء. لا جيت من الدوام وجيت لهنا أزور. منتسب. الله يسلمك. منتسب إن شاء الله. أنتوا بعد أنتوا بالإضافة لبقية الوزارات بأكيد أنتوا إنذار عندكم إن شاء الله مقبولة الزيارة وترجع للواجب، وأكيد ما تقصر. رحم الله والديك. رحم الله، شكرا جزيلا. الله يحفظكم ويحفظ كل المنتسبين اللي مشاركين أكيد بهذه الزيارة، بتعاون أكيد مع وزارة الدفاع والداخلية ووزارة الصحة واستنفار جميع الحكومة العراقية لنجاح هذه الزيارة. اليوم أعلنت وزارة الداخلية بأنه النقل متاح ومفتوح خلال هذه الأيام، والقطاعات يمكن راح تكون قليلة لكن النقل موجود، وأكيد أكو نقل مجاني للأماكن المخصصة لانتقال أكيد الزوار الجايين من كل المحافظات. السلام عليكم. بعد من يشارك أخوان؟ يا هلا.
شلونك ماما؟ الحمد لله. انت شلونك؟ من وين؟ من بغداد. من بغداد؟ من المدينه. من المدينه جاي اليوم الزياره. ايه. وبعدين راح تمشون اكيد. جينا لا راح نرجع بعد، جينا مشي. وبعد خلال هاي الايام تمشون ولا بعد ما تمشون؟ اي وبعدين بنرجع. هم ترجعوا ماشي. البغداد يروح ويضل. انا راح ارجع. واحنا؟ ايه ايه جايين من المدينه احنا. اي واحنا اكيد لانه طلابنا اكيد هسه بعطله فالاغلب راح يجي للزياره ان شاء الله اهل بغداد. اكيد كل الطلاب واكيد المحافظات البعض اللي انحرموا من زياره طلابنا ان شاء الله تجون بالسياره او تلحقون خلال هذه الايام باقرب مكان من اهل الحله يجون خلال يومين ان شاء الله ما تروح عنكم الزياره. واللي ما يقدر اصلا انه يزور يقدر من خلال بيته انه يزور الامام واكيد واصله لان هي الاعمال بالنيات مثل ما نعرف. السلام عليكم. شلونك يابا؟ تفضل. وعليكم السلام. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بكم. من محافظه الكوت. اهلا وسهلا. من الكوت تمشين؟ مشيت؟ اي نعم مشيت خطوات يعني. اي انا ما اقدر امشي فخطوات يعني اللي امام. اي شلون شفت المواكب الزياره؟ والله جيد جدا المواكب، الناس تخدم بصوره صحيحه والحمد لله وشكر خير من الله. الحمد لله. وان شاء الله يعم الامن والامان على الزوار. يعني دعواتكم بهذه المناسبه شنو تدعو للعراق وللعراق؟ ندعي يحفظ الحشد الشعبي والجيش والشرطه. ان شاء الله يحفظ كل الزوار. الله يفرج على اهلنا بغزه ان شاء الله وفلسطين. الله يفرج عنهم والامام ان شاء الله يحميهم. ان شاء الله يحفظهم يا رب وينصرهم. شكرا جزيلا. سلام عليكم. يا اهلا وسهلا. السلام عليكم. تفضلوا. منو يشارك ويانا بعد؟ يا اهلا وسهلا. تفضلي. منتسب من الموصل. فالتحقت اليوم للدوام. فبنفس الطريق قالوا لي ليش ما تروح الزور وبعدين تروح الدوام؟ قلت لهم راح اروح الزور. اكيد عندك حاجه. ها؟ والله ادعو رب العالمين ارسل الله يستر علينا ويعافينا ويعطينا الامان. والحمد لله جيت والحمد لله يعني هسه حتى مدي ما ارجع للدوام، اريد ابات هنا يعني. بعد هذا واجب وواجبك هناك اكيد يرضى اهل البيت سلام الله عليهم تروح هناك تحمي الزائرين وغيرهم الواجب. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. اكو مشايه من هناك؟ اي اكو مشايه، اليوم انا جيت بالطريق اكو مشايه لا، الطريق كله مرينا بالمواكب من مين وقبل. ما شاء الله صلوات على محمد يعني امان وماكو اي شيء. الله توصل بالسلامة ونشكرك لواجبك، هذا واجب مقدس لكل المنتسبين. الله يحفظكم. سلام عليكم. إيران 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 إيران. السلام عليكم مشاي كازين جواد الأهمة. شكرا تشكرات. شكرا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عظم الله لنا ولكم الأجر. نعزي الأمة الإسلامية ومراجعنا العظام ونعزي جميع شيعة أمير المؤمنين بهذا المصاب الجلل وهي ذكرى وفاة استشهاد سيدي ومولاي الإمام موسى بن جعفر عليه السلام كما تشاهدون وتوثقه كاميرتكم اليوم في الكاظمية المقدسة. خرجت ملايين الزائرين من جميع المحافظات متجهين إلى بغداد إلى موسى بن جعفر عليه السلام. أكيد كل زائر منا حامل راية، حامل عشق، حامل قضية، حامل دعاء، حامل دعاء أكيد وهو باب الحوائج. لم يرد سائل ولم يرد من يطرق بابه وخاصة أهل البيت عليهم السلام، هم الوسيلة لله سبحانه وتعالى. اليوم مع بداية انطلاق اليوم الأول لعمليات بغداد مع العمليات المشتركة مع كل قواتنا الأجهزة الأمنية وهم منتشرين في جميع الشوارع، فضلا عن ذلك المواكب الخدمية، فضلا عن ذلك الأجهزة حقيقة الطبية والصحية، أخوتنا في الكادر أو الجيش الأبيض المنتشر على مسافة الطريق في جميع الطرقات. السرادق بدأت تبني حتى نهاية اليوم للكاظمية المقدسة وأنتم تشاهدون وتوثقه كاميرتكم. أيضا اليوم بدأ العدد يتزايد الزائرين بما أننا أصحاب مواكب وإننا متواجدين كإعلاميين أصلا اليوم. أحسنتي. فاليوم الزائرين بدأ يتزايد الأعداد عدد أكثر ما أكثر قبيلة الأيام والذروة الأخيرة من نهاية الزيارة يوم الثلاثاء، لكن نشاهد شيء عجيب من قيادة عمليات وعمليات المشتركة وزارة الداخلية كل الأجهزة الأمنية. لم تكن هنالك قطوعات للسيارات وهذا يعرقل حركة سير
الماراثون الكاظمي والحسيني الذين يسيرون من المحافظات الى كاظمين المقدسة. اكيد استاذ، يعني باكيد مع تزايد الاعداد سيتخصص المكان الخاص لمشي الزائرين والسيارات. نعم بدون قطع، لان نحتاج السيارات، البعض يمكن يجيب السيارة او للرجوع العودة اكيد. لكن انت مثل ما تشوفين اعداد هائلة، خاصة هذه السنة وسنة بعد سنة تزداد اعداد الزائرين، لكن مثل هكذا زيارة رجبية حقيقة يجب ان تدرس هذه الخطة. رئيس الوزراء أطلق هو يوم واحد عطلة، لكن يوم الأحد يوم الاثنين راح يعرقل مسير الموظف ومسير الزائر. احنا يجب أن ننوه من خلال قناتكم بهذا الموضوع، لازم تكون طرقات خاصة للمشاية، ما يصير تزاحم مع السيارة. إن شاء الله الكل مع أكيد أكيد بتعاون أيضا الزائرين مع أكيد الأماكن راح تكون مخصصة لهم، بزيادة أعدادهم يخصص لهم المكان. حبيت المشاهدين نكمل وياكم بعد الفاصل. زوار الإمامين الكاظمين سلام الله عليهم واستقبال الزوار الوافدين مشيا على الأقدام أو الأماكن القريبة لزيارة الإمامين سلام الله عليهم وتعزية للإمام صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. وأكيد دا أشوف أنا كل الناس يعني الهناية والمواكب الموجودة مستعدة تم الاستعداد لخلال هذه لإتمام ونجاح هذه الزيارة المباركة. وسألناها قبل شوية الموكب هنا موكب مجاور الإمامين الكاظمين أنه بعض المواكب هي يعني أبا عن جد هنا موجودة قديمة، وتعرفون أن أهالي الكاظمية الخدمة البعض منهم مواكبهم من 39 وقبلها وبعدها ما شاء الله هذه المواكب مستمرة بي. ودا أشوف أنا خلال إحنا وقفتنا أكو ناس تجي متبرعين ينطوهم الأشياء اللي توزع ثوابا للإمامين سلام الله عليهم. هنيئا لهم هذه الخدمة وإن شاء الله تستمر كل عام. وأكيد أن أنا أشوف الزوار الموجودين الوافدين أكيد لزيارة الإمامين سلام الله عليكم. السلام من بغداد. من بغداد احنا قلنا انت رادود، قلت لنا احنا رادود قبل لا نطلع الجو، شنو راح تسمعنا اليوم؟ شعر. قول خلي اسولف لك قضيه جوز ما فاهمها زين، قلت تقول انا حسيني وافتخر باسم الحسين، حسين مو بس تلطم وتبكي عليه، حسين اخلاق وعداله وكون عارفها باليقين، حسين حتى بموته ما عاف الصلاه، ضحى بعياله وحياته حتى الكم يبقى دين، حسين ثوره ورفض للظالم يقول، هو قدم نحره قصده للطاغي يهين، حسين بس الله اللي يعرفه من صدق، وعلى كل خدامه ما يقبل حنين، حسين مو بس موكب ونصب العزاء، حسين كون يشوف قلبك قبل لا تنظر له عين، لو ان قلبك مو شمه حتى ايمانك ضعيف، شنو قل لي الفائده وعليه حزين، حتى لو تلبس اجد ذكرى سواد ما تحصل شيء اذا ما روحك تلين. حسين بارك الله بك، اكيد احنا ملتزمين ان شاء الله بالاخلاق الحسينيه اللي تبقى ويانا على مدار كل السنه، ونحييها اليوم بذكرى استشهاد ان شاء الله. ان شاء الله نعزي صاحب العصر والزمان باستشهاد الامام الكاظم الامام السابع. ان شاء الله مقبوله منكم الزياره. شنو دعواتكم بهذه المناسبه؟ دعواتنا ننجح ان شاء الله. انت وين اي صف؟ ثالث. ان شاء الله يا رب تنجح ويحقق لك هذه الحاجه واطلبها من المستقبل ان شاء الله. هو بطلبه ما يرجعنا ان شاء الله. ان شاء الله طالب ما يعني ما شاء الله. ان شاء الله يعطيكم امرادكم. الله يحفظك. اكيد احنا مكملين وياكم. السلام عليكم، تعالوا نتعرف عليكم. من وين؟ انا حله. يا اهلا، ماجورين ان شاء الله. يا الله سلم سلم. جيت ماشي بالسياره؟ والله بالسياره جينا. لا عندنا موكب. ايوه. ها اكل للزوار. صار كم يوم؟ 7 ايام. ما شاء الله، يعني استعديتوا قبل 7 ايام قبل الزياره. قبل 7 ايام. زين، وبعدها راح تستمرون الى؟ راح نستمر ورا الزياره. ان شاء الله ماجورين. هاي كل سنه صار لكم ايش قد؟ كل سنه هيك. كل سنه نروح الموكب. زين، شنو دعواتك بهذه المناسبه؟ لا والله ليش على الزوار. سلام الله عليهم. ان شاء الله الله يحفظ جميع الزوار. اي والله جميله. ماجورين، شكرا لكم على خدمتكم اللي تقدموها، اللي استعدوا ويقول احنا خلال قبل 7 ايام احنا مستعدين لهذه الزياره. اخوان بعد من يشارك ويانا؟ يعني تفضل ياب. السلام عليكم. سلام. مدينه. مدينه صدر. يا اهلا. جيت جت الزياره مشاي جت. اي. ما تعبان ياب؟ لا ما تعبان. ما تعبان؟ لا. 5 سنوات نام الزياره انا. اي. على الزوار.
ان شاء الله ماجور، يعطيك مرادك ان شاء الله. شكرا، الله يحفظك، الله يحفظكم زوارنا الكارم، واللي ان شاء الله ما تعبتوا على الرغم من انخفاض درجات الحراره، ويوم امس يمكن كان امطار هوايه، وشفنا اغلب يعني المواكب يمكن البعض منها صار بها الزوار بداخل الموكب لانه ما يقدر يمشي، لكن مع ذلك ما يمنعنا اي شيء، يعني ان شاء الله تتم هذه السياره بنجاح وبتعاون بين الزائرين وكل الخدمه والوزارات المعنيه والحكومه اكيد اللي استنفرت كل جهودها لنجاح هذه الزياره. تفضلوا، يا اهلا، يا اهلا بكم، الله يحفظكم. بعض يمكن يخجل من الكاميرا لكن اكيد احنا خدمتكم. تفضلي ماما، الله يحفظكم ويحفظ جميع الزوار، ودعواتنا اكيد لكم انه الله يحفظكم ان شاء الله. انا اشوفهم باعوا لي بس ما بده يحكون. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك؟ شلون زينه؟ من وين؟ والله من بغداد. من بغداد اليوم؟ من صدى. يا اهلا وسهلا، مشيت؟ جيت مشي؟ ايوه. لا جيت سيارة. ما اي. شلون شفت الطريق؟ والله الحمد لله زين، الحمد لله شوية يعني مو هوسه. اي بعد الزياره باكر يمكن راح تصير اضخم. لا باكر، عقب باكر ان شاء الله. وعندكم مواكب انتم؟ اي عندنا مواكب ان شاء الله ماجوره، الله يحفظكم. السلام عليكم، تفضلوا. تفضل اخوي، يا الله يحفظكم. السلام عليكم. من الناصرية، من الشطره. يا اهلا وسهلا واهل الناصريه، الله يحفظكم. صار تمشي يعني؟ جيت مشي؟ لا جيت هيك زياره بسياره. جيت للزياره. الله يسلمك. اكو مواكب الناصريه؟ شلون هالناصريه هناك المواكب؟ يعني مش اي اكو خدمه، اكو مشي يعني مثلا من العزيزيه يطلعون لحد لحد بغداد، او من الصويره اللي ينزلون بالصويره ويجون مشي، يعني مثلا عوائل من هناك تطلع، اهلنا اقاربنا ولد عمنا يعني ناسنا هناك تطلع تزور العالم. زين، شفت الاعداد هوايه؟ اعداد هوايه بدات تزداد، يعني اليوم من جيت انا العصر من العظميه وبدات تستمر الزخم، يبدا من منطقه العظميه هنايا ببغداد. هاي هنايا ببغداد اي، بس على السريع هاي شويه بدات الحركه اليوم من منطقه الزعفرانيه الزخم هيك. دعواتك بالمناسبه هذه، انت جاي متعني للامام من الناصريه اليوم، واكيد عزيت صاحب الزمان ودعيته، شنو دعيت الامام اليوم؟ والله دعينا عليه يقضى حوائجنا ويستر علينا وعلى عوائلنا ويستر على الامه الاسلاميه ويحفظ اهل المجتمع هذا، وان شاء الله نحو الافضل على البلد هذا. انت كزائر ان شاء الله، وان شاء الله خادم اكيد اكيد عندكم مواكب بالناصريه. الحمد لله عندنا مواكب. شلون انت كزائر تحافظ وان شاء الله تساهم في نجاح هذه الزياره؟ والله مساهمه والنجاح عليها الاستمراريه، يعني مثلا بخدمه الزوار هاي اول، واستمراريه بالزياره، يعني نود العالم يعني على مود المجتمع هذا يستمر على نهج اهل البيت، ودعواتنا لكم ان شاء الله. ان شاء الله استمرار بفضل صاحب الزمان، ويدعي لنا دائما بالاحسن. شكرا لك، الله يحفظكم. اكيد كل احنا اليوم اكيد كل احنا ان شاء الله نساهم بنجاح هذه الزياره، واكيد كزائر اي شخص عادي مثل تكلمنا قبل شويه على اهميه الحفاظ على نظافه هذه المدينه المقدسه، لان هذا واجبنا اكيد. السلام عليكم يا ابو. السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. من محافظه بابل. جيت مشي لو بسياره؟ لا بسياره. شلون شفت الطريق الزياره؟ والله طريق الزياره كلش حلو. يعني طريق سهل ومريح، ان شاء الله زياره حلوه. ان شاء الله. دعواتك هذه؟ دعواتنا انه الامن والسلام على الامه الاسلاميه جميعا. الله يحفظكم. رحم الله والديك. طيب حوائجكم. رحم الله والديك، رحم الله والديك. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا. يا اهلا وسهلا. اكيد عظم الله اجركم. اجركم ان شاء الله. من وين انت اخوي؟ من النهروان. من النهروان جيت مشي؟ لا والله بسياره، ملتزم شغل. عندك التزام ما قدرت تمشي. اي والله. بس ما منعك، جيت الزر. لا جيت الحمد لله والشكر. شلون شفت الطريق، الزياره، المواكب، الخدمه؟ لا الخدمه مستمره كل سنه خدمه. الحمد لله، هذه نعمه اكيد. اي نعمه قضى الله. شنو دعواتك بهاي المناسبه؟ وان ندعي الامن والامان وشافي الجرحى والمصابين، وندعي للاخوان الفلسطينيين الله يفك عليهم الغزو مال اسرائيل. ان شاء الله الله يحفظهم، وان شاء الله ويحفظ اهلنا في فلسطين. احسنت، شكرا جزيلا. اهلا مرحبا. ممنونه لكم. اكيد هاي دعواتنا كل احنا من ارض ومن جار سلام الله عليهم الامامين الكاظمين، ندعي لاهلنا في غزه وفي فلسطين بالتحرير ان شاء الله، والخلاص من الكيان الصهيوني باقرب وقت، والشفاء العاجل لجميع المرضى. ونعرف بهذه مع انخفاض درجات الحراره وهم في بالحال الموجود السيء، ان شاء الله يفرج عنهم يا ربي،
بحق صاحب الزمان بحق هذه الزيارة. الله يحفظكم. هذا الطفل أنا همتين أنصح بناتنا يعني وأمهاتنا من خلال هسه هذا ماما أخذي لا يأتيها عن أمه، إنه الأطفال خلوا لهم باجات بأسمائهم رقم التليفون حتى لا يضيعون، وحتى الأماكن اللي تكون لهم بالمواكب علميهم دائما. أمي اللي تشاهديني هسه لأن هذه أكيد مسؤوليتنا ومسؤولية الجميع، وكل أهل المواكب أكيد ما يقصرون لأن يعني جتهم كثير من الإرشادات من وزارة الداخلية والصحة، افترت على المواكب ونوهت لهم بأهم الإرشادات المهمة حتى نحافظ على هذه الزيارة ونحافظ على نجاحها ويرجع الجميع سالمين غانمين. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما أريد أطلع تصوير. اوكي ان شاء الله ماجورين ويتقبل منكم الزياره. يا الله. السلام عليكم. شلونك؟ سلام عيوني. اهلا وسهلا. من وين انت؟ احنا ابن الموصل. يا اهلا وسهلا بك. خليك. ايش وقت جيت ببغداد؟ والله احنا تعرفين احنا نشتغل هنا عماله والله والحمد لله والشكر، صار لنا تقريبا 3 اشهر هنا. ايه. الله يحفظك خليك. زين انتوا بالموصل بالعاده هناك اكو زائرين مشايه؟ شيء اكيد. شيء اكيد موجودين دائما، زياره الحسين، زياره الموصل الكاظم. دائما شيء اكيد موجود. اكيد هسه اهل الموصل بلغوك بالسلام والدعاء والزياره. شيء اكيد ما يقدروا يوصلوا. صح. صحيح. اي صحيح. شنو دعواتك بهاي المناسبه؟ والله اتمنى الخير للعراق، واتمنى كل الزائرين يحفظهم ويرجع، وان شاء الله ماجورين على كل شيء، واهل المواكب ان شاء الله الله يحفظهم ويعطيهم الصحه والعافيه. الحمد لله والشكر. الحمد لله. احنا بس ندخل للكاظميه نرتاح، نفسيا ترتاح. نفسيا ترتاح وما شاء الله الزوار والناس الطيبة، وانتم ما شاء الله قناتكم العزيزة والغالية علينا، والله يحفظكم ان شاء الله يعطيكم الصحة والعافية. الله يحفظكم. شكرا لك. تحياتنا لاهلنا من الموصل. السلام عليكم. هلا اختي. الله يخليك. الله يحفظك. وين يا بنت؟ انا هنا بالكاظمية، عندنا هذا موكب القطانة. موكب الكاظمية القطانة. من يا سنة هذا الموكب؟ قديم 1919. انا ذكرت قبل شوية انه مواكب الكاظمية هي هذه القديمة المواظبة على كل المناسبات، مو فقط في الاستشهاد الامام، استشهاد بقيه الائمه. عندنا الخدمه شاي طبوخ كل شيء نقدم. قدماء احنا هنا 1919 شكل هو عن ابوي واجدادي بهذا الموكب. احنا اطفال وياهم نخدم من السبعينات، نزل منا بايام الطغاة صدام وربعه منا نزل كنا ردات للامام. انتم محاربين بزمن الطاغيه؟ اي والله ما نطلع هاي للأربعين، ما نقدر نروح، ممنوع لطو ومقرايات، نروح هيك سكته ختله ونروح نزور ونرجع. اي والله بس البركه والخير موجود نقدر نروح. صايت موسى بن جعفر واهله، احنا هو العالم مالنا موسى بن جعفر. زين شنو انطاك الامام؟ ليش هيك متمسك كل سنه تسوون موكب؟ احنا ابو اجدادنا خدام الحسين، انا جدي كان خادم الحسين، واحنا علي نبقى ثابتين على نهج الحسين ونبقى منعوف للحسين للموت. نكسب الاخره قبل. اي والله الاخره قبل الدنيا. احسنت. زين انتم المواكب هسه تجيكم عندكم مواقف معينه تصير مثلا الضايعين الاطفال وغيرها، تساعدون يعني انه تشوف بعض الان البنات لازم يحرصون على اطفالهم قبل شويه. لازم. هي شفتها هسه قبل شويه هذا الطفل، المفروض امه تكمشه وتكتب له باجي بصدره، هاي غلط تعوفه ويطلع يسرح، تظل تدور تدق دق. انتم بالاضافه الى خدمتكم تقديم الخدمات ايضا تحرصون على الزياره. هي هم نحرص نشوف طفل ضايع، انا عده مرات القى اطفال اوديهم للصحن هم يودوهم لاهلهم. بارك الله بك يا ابو جهود. الله يقضي حاجتكم جاه موسى بن جعفر. يا اهلا. السلام عليكم. يوم ماجور ان شاء الله. رحمه الله وبركاته حبيبتي. عظم لنا ولكم الاجر ان شاء الله بصاب سيدي مولاي موسى بن جعفر والى ساده العظام والى ارواح ولا والله مراجعنا كام ان شاء الله، ولا ارواح المؤمنين والمؤمنات اللي لم يذكرهم ذاكر ولم يزلهم ذائر، ان شاء الله هدينا لهم اليوم الزياره ان شاء الله، كل من ما زار وكل من البلاد بعيده يعني وما ويتمنى كان الزياره، وفعلا اكو ناس يعني وصلت من الخارج. اي والله يعني وصونا انه نزور لهم بالنيابه ونصلي لهم الركعتين عند الامام موسى بن جعفر، وان شاء الله انه قضاء الحوائج المسلمين والمسلمات ان شاء الله يا رب العالمين، وان شاء الله يرفع كل ظلم ويرفع كل شده عن كل عراقي وعن كل ما خاب والله ما خاب كل من تعنى وزاره. ان شاء الله احنا يعني الناشد اليوم يعني الحكومه الناشد بالذات الناشد محمد الشاعر السوداني، واقول انت او دله وابو فنجان
وانت ابن مضيف وانت خير وابن خيرين، وانت شايف الظلم باختك، يعني الظلم اللي شفتوه، وعندك ناس معدومه وعندك الناس مظلومه، فانت انظر لحالنا بالذات. احنا موظفين المصارف، احنا بالذات امناء الصندوق، احنا بالذات اللي على مصرف الرشيد، احنا تاذينا فتره استبدال العمله ب 2003 وتبهذلنا، وانباقت المحرقه وانباقت الفلوس من المحرقه، وانذبت براس امناء الصندوق ملايين ملايين. اقول له يعني انا اتمنى، يعني حاولت بكل طريقه اوصل له، بس ما قدرت اوصل له. بس انا ناجده من مصر، من موسى بن جعفر، اقول له امشي عليك موسى بن جعفر انه تنظر بهاي القضيه. ان شاء الله ما يقصروا، ان شاء الله توصلوا، والابواب مفتوحه. روح اقدم المناشده، مو انت فقط، انت يوم ان شاء الله ما يقصروا بالمصطفى. ممنونه جدا يوم، ان شاء الله توصل صوتك وتنحل المشكله بجاه موسى بن جعفر. الله يحفظكم، سلام عليكم. السلام عليكم. اهلا وسهلا، الله يحفظك. تفضل يا ابي، تفضل اخوي. مالاد ايش زياره، يعني اليوم زياره حلوه كانت. جينا احنا زرنا انا وابن خالتي عبودي، هو اي من بيع احنا. شلون شفتوا المواكب بدات تتحرك؟ والله حلوه الزياره، مناطقنا حلوه. من احنا هالايام راح يسوون مواكب، يعني باكر عقبه نصبون يمنا مواكب تجي. احنا عندنا مال صاحبي نروح به كل سنه نخدم. اي تقدمون خدمات بالموقف؟ نقدم يعني هو شاي، كعك، لفات نسوي، الفراي، مخلمه نوزعها. احنا وزاره الصحه نصحت جميع المواكب انه يقدمون بالاشياء الاستخدام الواحد، الاكواب وال استخدام مره واحده. اي كل سنه احنا هاي شفوف نلبس، صدريات، كل نظافه نشتغل يعني. الحمد لله والشكر، ان شاء الله ماجورين. شكرا جزيلا لكم، الله يحفظكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ماجورين. الله يحفظك. والديك ما طلع على والديك. من العماره. سهلة. طلع على والديك. اي مشاي. صارنا تقريبا 8 ايام هيك نمشي. اي موكب عندنا ضعن. اي احنا طلع على والديك. شلون شفت الطريق لا خدمه واصله، يعني الناس ما مقصره ويا الزوار. اي هم تعبان 8 ايام. ماكو بعد موسى الكاظم ما وراه تعب. شغله يعني عاديه، يعني نروح نزور ونمشي. ما حسينا بتعب. باب الحوائج اكيد عندكم حوائج محمله من العماره. والله جينا وزرنا ودعينا ناسنا واهلنا وربعنا وجميع واحد فقير. سوينا الله ان شاء الله يفرج على الجميع ويرزق جميع الفقراء ان شاء الله، وان شاء الله ماكو احد فقير. السلام عليكم. غني غني النفس اكيد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا بكم القناه المفضله ان شاء الله. انا من الكوت. نعم ان شاء الله. والله اليوم خامس، بس بالبدايه نقدم تعزيه. احنا بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، ورد ان المعصوم صلوات الله عليه يقول شيعتنا خلقوا من فضل يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. حقيقه نعز صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه بهذه المناسبه، مناسبه استشهاد الامام الكاظم عليه السلام، وكذلك نتذكر شهداء جسر الائمه عليهم السلام الذين ضحوا من اجل هذه الزياره وبقاء هذه المناسبه. وكل الشكر والتقدير للمواكب الحسينيه والقوات الامنيه وكذلك وزاره الصحه على ما قدموه من خدمات للزوار. اهلا بك. جزيلا لك يابا، ان شاء الله مقبوله الزياره. يا هلا يا هلا. ماما شو اسمك؟ زهراء. زهوره بياسر؟ رابع. انت من بغداد من نايه؟ ايه. يا يعني انت طلبتي النجاح من الامام اكيد؟ ايه. طلبتي النجاح؟ زين، اكو مرات الطلاب يزورون كتبهم، يزورون اقلامهم حتى يطلبون النجاح، انت هم سويتيش؟ لا. ان شاء الله مقبوله الزياره ماما زهوره، الله يحفظك، يحفظك الوالدتك يا ربي، ونجاح لكل طلابنا، اغلب الطلاب اليوم اجوا متعنين لطلب النجاح. السلام عليكم. شلونك؟ الله يحفظكم ان شاء الله. ويرزق الجميع ويا ربي ويقضي الحوائج. تفضلي يوم. السلام عليكم. ماجوره ان شاء الله. الاجر لنا ولكم ان شاء الله. الله يسلمك. من واسط؟ يا اهلا وسهلا. صعيديه. ما شاء الله. الله يسلمك. والله اليوم طلعنا بس نصعد يعني. اي تصعدون سيارات؟ اي والله. ايش قلتي لي لابو طلبه؟ والله الحمد لله والشكر، والله اطلب من عنده ان شاء الله نصره العراق.
والجيش وإلي والله إن العظيم إن شاء الله أريد ينجح ولادي إن شاء الله يا رب سادس وثالث يا عيني بكالوريا وإن شاء الله يسعدك كل طلاب العراق إن شاء الله إن شاء الله يا رب الله إن شاء الله نجاح لهم والطلبة ما يقصر بعد جدهم واجتهادهم أكيد إن شاء الله وإن شاء الله الأجر لكم إن شاء الله إن شاء الله ودعائي لكم الله يوفقكم ويحفظ قناتكم المواقرة ما تعبتي لا الحمد لله خير من الله وقولوا لي شعدك رايحة تعبانة طريق بعيد الحمد لله إن شاء الله للكاظم ماكو تعب أكيد والله العظيم إن شاء الله ما يجور يوم شكرا إليك إن شاء الله ينجح أولادك يا رب يلا أكيد إحنا مستمرين تغطيتنا تفضل السلام عليكم وعليكم السلام أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم عظم الله لكم الأجر بالمصاب استشهاد موسى بن جعفر وطبعا من خلال قناتكم خلال قناه الايام نشكر قواتنا الامنيه ونشكر وزاره الصحه على هاي الخدمه الحسينيه لمصاب موسى بن جعفر. احسنت بارك الله بيك انت من نايه من بغداد؟ من بغداد محافظه بغداد. لا والله ان شاء الله بالخدمه يعني باكر او عقبه نخدم. ما الله يجزيك. ان شاء الله ماجور يا رب يتقبل الله يسلمك الله يسلمك والنجاح بالدنيا والاخره ما شاء الله عليك اخوي الله يحفظكم بعد من يشارك ويانا اخوان. وعليكم السلام هاي ما شلونك شوفيني ان شاء الله يا رب يوصل سلامك لوالدتك الله يحفظها ان شاء الله اكيد انت دعيت لها وزرت لها السلام عليكم من العماره يا اهلا مشاي قالوا 8 ايام العماره صح لا والله صار لي 12 يوم امشي انت تمشي على كيف لا لا احنا مسيره هاي على بروايه شلون يعني انا مسيره كاظم الروايه وجينا من العماره رايه 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 مسيره من العماره الى بغداد الله زين راية مو صعبة وبارحة مطار وهاشون بعد احنا جايين لموسى بن جعفر وبطلبة ما تهمنا لا مطار لا برد لا هاي جينا لابو جوادين ايش طلبت من الامام؟ ان شاء الله طلب وتمنية ان شاء الله الولد الصالح لاخوي ان شاء الله يا رب ان شاء الله بجانب ابو جوادين ان شاء الله ان شاء الله زين انتوا ايش قد عددكم قلت لي بر رواية؟ رواية يعني لا تقريبا 75 نفر 80 ما شاء الله ما شاء الله وشلون شفت الطريق المواكب نعمه نعمه هاي نعمه فضيله من العماره بغداد نعمه ما هيك مسبله بالشوارع فضيله فضيله اي ما شاء الله الله يحفظكم ماجورين ان شاء الله تقبل منكم ان شاء الله الاعمال السلام عليكم بعد من شارك ويانا اخوان اهالي العماره الله يحفظكم إن شاء الله مأجورين نوه عليه شغلة مهمة جداً بالإضافة إلى ما ذكرت من خدمات يوجد 1000 متطوع حالياً في الكاظمية وما محيط الكاظمية طبعاً دول المتطوعين لهم دورات تدريبية كانت للمساعدة في النظافة وغيرها فكل من يرتدي وهي ملاحظة لكم مشاهدين كل الوافدين للزيارة يرتدي الخاص يلقى الخاص للخدمة ممكن تسألوه تستفسرون منه لأن عنده المعلومات الكافية السلام عليكم وعليكم السلام أجور إن شاء الله من وين؟ من ناصرية يا أهلا وسهلا شلونك؟ الله يسلمك لا زيارة إن شاء الله إن شاء الله كل سنة تجي للزيارة إن شاء الله اي والله دعانا ان شاء الله لامه محمد بجاه موسى بن جعفر ان شاء الله يحفظ الجميع يسرع الجميع يحفظ الجميع ويسترهم ان شاء الله ان شاء الله قضاء الحوائج جميعا شكرا لك اخوي ناخذ فاصل قصير ان شاء الله ومكملين وياكم